Hello. خالي والله. خلي بالك انا مدرس اهو. ها؟ حته النيبول. الحوادث اللي بيعملها صفراش دي كلها. مع مثلا مخالفه ياخدها ابو حكيم. مع مش عارف كذا. اللعبه هذيك حق ريموت نفسه. بس هو رحنا ورجعنا مرة ثانية سبب لنا مشكلة معهم. ما هو انت وانت بتطلب ما حددتش بالظبط برضه اللي انت عايزه. انت شفته يركب بسرعات او مش عارف كذا لان ساعات بكره قال لي بكره الصبح قال لي بشوف اليوم عطني واذا ما في تعال استلم السيارة على راحتك بنشوف حتى بالاونلاين يعني اكسبرس موجود فيه. ايوه اكسبرس علي اكسبرس بس هو يجيب لنا الاسم بالظبط عشان ما نروحش نطلب حاجه ثانيه. خلني اشوف البرنامج حق اكسبرس موجود عندي اقدر ان انا اطلب من امه. انا قبل كده ما انا جايب الشغب هتيجي مش هتقول لا بس الفكره كلها لازم انت فاهم القطعه بالملي ايه فاهم عشان هتيجي ما ترجعش تطلب حاجه ثانيه. علي اكسبرس ما في قدام قدام والله صحيح ما في تقول لي سبعياتي بقى تلوها بيت. الحمد لله. خلاص ليبل؟ كله سويت؟ ايه خلاص. بس 10 دقيقة بعد انا روسي كم. ايش؟ ماوس. هذا. ماوس. بعدين. وقف عليا فسيق واعملها 305 ريال والتليفون اصلا قيمته 450. حلو؟ جبتها ب 60 ريال ولا جبتها ب 50 ريال وقفت عليها ب 110. تدري يا محمد لقيت لت حق سوناتا.
ترى فيها دائما تصير اغلاط ليد حبسونات اللي يجيك كذا في انوار. فرحت سالت عليه في محلات الزينه ب 1750 قلت له خلاص ما بروح ادخل لك انا واخوي على اليكس بس. بس هذا معلوم ما سلم 13 ما في سيتي مول باقي كله شيء موجود ممكن موجود في يوميات. شوف اسمها كيف سوى سوى قلم هنا في يوميات اكتب كان يا هنا موجود. لا 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 صحيح لا هذا ثاني صندوق ما يبغى تشوفه ما في صندوق حق انت هو بدل انت تجيب هنا هذا شيل باصه تتمخز هنا لا سناكس نايم क्या पता मसरिया